أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، ونبدأها بالعناوين. الجيش والأمن يحكمان السيطرة كليا على زنجبار، والقوات تبدأ عملية تنشيط واسعة في جعار. بن داغر يصل القاهرة واجتماع خماسي مرتقب لبحث الملف اليمني في الرياض. احنا نعاني من نقص شديد في الأدوية. في شبوة ازدياد معاناة المرضى، ومركز الغسيل الكلوي مهددان بالإغلاق. أهلا بكم. الجيش والقاعدة في محافظة أبين، مسلسل متواصل من عمليات الكر والفر على مدى أكثر من 5 أعوام. كان الإرهاب والجماعات المسلحة هي العنوان الأبرز الذي ارتبط بمحافظة أبين في أذهان المتابعين وشاشات التلفزة الدولية. قناة بلقيس تفتح ملف العملية العسكرية الواسعة لتحرير محافظة أبين من سيطرة تنظيم القاعدة، وتضع الصورة كاملة لمتابعيها لمعرفة تفاصيل تلك العملية وتداعياتها. في أبين أعلنت قوات الجيش والأمن دحر عناصر تنظيم القاعدة من مدينة زنجبار والسيطرة كليا على عاصمة المحافظة. وقال مدير أمن المحافظة العميد روك ناصر علي هادي لقناة بلقيس إن قوات الجيش والأمن تمكنت من دخول جعار، وهي الآن تقوم بعملية تمشيط واسعة للمدينة. كما تمكنت القوات من السيطرة كليا على زنجبار، موضحا أن القوات انتشرت في المدينة لتأمينها بحسب قوله. وفي السياق ذاته، قصفت قوات الجيش مواقع يعتقد إنها أوكار لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين. وقال مراسل قناة بلقيس إن القصف استهدف عددا من المزارع القريبة من منطقة الكود ودوفس في الأطراف الغربية من زنجبار، وسمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من جعار وزنجبار. إلى ذلك شن طيران التحالف سلسلة غارات متفرقة على مواقع يعتقد أنها لمسلحين في كل من زنجبار والمحفد. هذا وكانت قوات الجيش الوطني والأمن قد أطلقت في الساعة الأولى من صباح اليوم عملية عسكرية لتحرير محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة، وبمشاركة المئات من الجنود الذين تلقوا تدريبات استمرت لمدة 2 شهر. وقالت مصادر عسكرية إن قوة عسكرية من 3 ألوية معززة بالأسلحة الحديثة تحركت من معسكر الجلاء في عدن صوب أبين. الجيش يطارد عناصر التنظيم في أبين، العدو القديم والعملية الجديدة. هذه ببساطة حكاية محافظة أبين مع تنظيم القاعدة التي ما إن تتلاشى أخبارها حتى تعود إلى الواجهة مجددا. تقول الأخبار الواردة من أبين إن الجيش الوطني الذي يقدر قوامه ب3 ألوية عسكرية مدربة ومدعومة بقوات التحالف العربي ينفذ عملية عسكرية واسعة ضد التنظيم الإرهابي. بدأت العملية منذ ساعات الفجر الأولى في ضواحي محافظة أبين على مشارف منطقة الكود ووادي دوفس ومنطقة الحرور، وهي البوابة التي تستخدمها القوات القادمة من شمال عدن بحوالي 60 كيلومتراً كمنفذ رئيسي لشن العمليات والدفع بالمئات من أفراد المقاومة المساندين لقوات الجيش أيضاً ممن خاضوا قتالاً شرساً مع عناصر التنظيم الإرهابي وسقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين. كثفت القوات العسكرية قصفها ضد معاقل التنظيم التي تتمركز فيها العناصر حتى وصلت مدينة زنجبار، وما إن شارفت ساعات النهار على المنتصف حتى تأكدت الأخبار أن القوات أحرزت تقدماً ملحوظاً انتهى بالسيطرة على مبنى المحافظة. مراسل بلقيس نقل عن شهود عيان أن انتحارياً أقدم على تفجير نفسه في بوابة مبنى المحافظة، لكنه لم يخلف أي ضحايا.
بينما تضاربت معلومات حول إصابة امرأتين ورجل في غارة جوية استهدفت سيارة اشتبهوا بها في الطريق الرابط بين زنجبار ومنطقة الكود. كما أكد مراسلنا عن مصادر عسكرية أن العملية تهدف إلى تخليص مدينتي زنجبار وجعار أكبر مدن المحافظة من قبضة التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن العملية المسنودة من قوات التحالف العربي ستتم باقتحام المدينتين من ثلاث محاور بهدف إطباق الخناق على المسلحين والقضاء عليهم نهائيا. إذن محنة أبين مع القاعدة لم تنتهي بعد، وهو ما يجعل من العمليات تتنوع وترتفع وتيرتها بين فترة وأخرى، لتأتي العملية الأخيرة على غرار سابقتها التي انطلقت قبل أشهر لكنها توقفت في ظل الحديث عن نجاح وساطة قبلية بين التنظيم والجيش قضى بمغادرة عناصر التنظيم مدينتي زنجبار وجعار، لكن الوساطة لم تحرز أي تقدم على الأرض حينذاك، وهو ما استدعى طائرات التحالف إلى شن غارات عدة استهدفت مواقع للقاعدة في مدينتي زنجبار وشقر الساحليتين. وينضم إلينا من أبين مدير أمن المحافظة العميد الركن ناصر هادي. بداية سيادة العميد، يعني ضعنا في الصورة الميدانية للعملية العسكرية التي انطلقت منذ ساعات الأولى لهذا الصباح حتى هذه اللحظة من أجل تحرير محافظة أبين. ألو. نعم سيادة العميد، هل تسمعنا؟ نعم سمعك. نعم، لقد سألتك سيادة العميد أن تضعنا في الصورة الميدانية لعمليات العسكرية التي انطلقت اليوم حتى هذه اللحظة. الحمد لله، يعني زي ما وعدنا سابقا أنه سيتم تحرير أبين، وسنحدثكم يعني من داخل محافظة أبين، ونحن اليوم يعني الحمد لله وبتعاون يعني قيادة التحالف الذي عملوا جاهدين في دعم الجيش الوطني والمقاومة تحرير أبين، وقد تم من صباح يوم هذا وتم السيطرة الكاملة على مدينة زنجبار وعلى المناطق المجاورة لها، وكذا اتجهت يعني مجموعة كبيرة جدا وتم السيطرة على جعار. لاحظ اللحظة الأمور طيبة ومستتبة، ونحن مسيطرين على المحافظة وبعون الله زنجبار جعار، وهناك يعني شوية اشتباكات في أطراف المدن فقط يعني الحمد لله. إذا سيادة العميد، أنتم تؤكدون السيطرة على زنجبار وجعار. نعم. هل ما زالت العمليات مستمرة لهذا اليوم؟ مستمرة العمليات على قدم الوساق والحمد لله، يعني مطيبة ونحن داخل زنجبار إن شاء الله، وسنأمن استقرار المحافظة هذه. استكمالا لجهود الجيش والمقاومة اليوم والترتيبات الأمنية لحفظ الأمن والاستتباب الأمني في المدن والمناطق المحررة، ماذا عن هذه الترتيبات؟
طبعا الترتيبات يعني بعد السيطره على بعد السيطره يعني وتامين زنجبار وقعر سيتم التحرك الى تامين المديريات الاخرى من عرض ابيان يعني لوزر ومودي واحور وكل المديريات سيتم تحريرها في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله وانما يعني وفقا للخطه المعده يعني من قبل التحالف. نعم سعادة العميد، هل تم تأمين المنطقة كي لا تقع مرة أخرى في حاضنة المتطرفين؟ إن شاء الله لن يدخلوها مرة أخرى وسنقاتلهم وسندفع يعني دفع على المحافظة وسوف نثبت الأمن والاستقرار داخلها ويكفي ما عاناه المواطن من معاناة عدم الاستقرار داخل على المحافظة. نعم سيادة العميد، يتحدثون الأنباء تتحدث عن فرار بعض الجماعات إلى أماكن مختلفة، فماذا لديكم عن هذه الأنباء؟ إلى نعم أين نعم تفر؟ نعم خرجوا إلى خارج المدينة، طبعا مشكلهم لا زالت باقيين داخل المدينة وسيتم يعني ضبطهم والكثير منهم يعني حاربوا إلى خارج المدينة وسيتم ملاحقة الكثير منهم. نعم كان معنا سيادة العميد الركن ناصر هادي وهو مدير أمن محافظة أبيان، شكرا جزيلا لك. وفي عدن ألقت قوات الأمن القبض على 4 من عناصر القاعدة، أحدهم السائق الشخصي للمطلوب أمنيا وائل سيف الملقب بأبو سالم في مديرية المنصورة. وقالت الشرطة في بيان إن قوات الأمن ضبطت 3 مسلحين آخرين يشتبه انتماؤهم للقاعدة، كانوا على متن سيارة بالقرب من المكان وبحوزتهم أسلحة وعبوات ناسفة. إلى ذلك تستمر قوات الجيش والأمن بملاحقة عناصر التنظيم في محافظة لحج. خرجه أيوة. القبض على القيادي في الجماعات الإرهابية والمكنة بخلاد الدبا في ضواحي مدينة الحوطة بلحج لم يكن نهاية المطاف في رحلة واحد من أهم المطلوبين لقوات الأمن، بل أنه فتح بابا جديدا وكشف عن وجود مخازن سلاح تم إعدادها بصورة جيدة وتوزيعها في أحواش انتشرت مؤخرا في مناطق المحافظة. وعثرت الفرق الميدانية على العديد من العبوات الناسفة والمتفجرات مدفونة في مناطق متفرقة وتحديدا حيث كان يقيم المطلوب الأمني. ووفقا للأهالي فإن جماعات إرهابية صغيرة وحديثة التكوين تستغل الفراغ الأمني وتتولى تحضير متفجرات محلية الصنع وتخبئها في أماكن نائية، وإن كانت تنفجر في أماكن حية ومزدحمة كما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن والتي تشهد منذ يومين تحركات تصعيدية لمجاميع مسلحة وسط كريتر، حيث عبر أهالي كريتر عن استيائهم مما يجري في حيهم حيث أقدم المسلحون على إغلاق المحلات التجارية ونشروا عناصرهم في عديد من المباني حد قول مصادر في المدينة. تأتي هذه التطورات في ظل حملة عسكرية كبيرة لتحرير أبيان من العناصر الإرهابية التي تسيطر على عدد من أحياء المحافظة والتي يبدو أنها شديدة الصلة ببعض. دمر طيران التحالف مخزنا للصواريخ الحرارية ودبابتين تابعتين لميليشيا الحوثي والمخلوع في حرض بمحافظة حجة. وقال مراسل قناة بلقيس إن الغارات استهدفت مخزنا للصواريخ ودبابتين في مزرعة الفج شرق مدينة حرض، كما استهدفت الغارات تحركات للميليشيا بالقرب من وادي بن عبد الله ودمرت مبنى البريد في ميدي الذي كان يتخذه الحوثيون مركز تجمع لهم. شنت مقاتلة التحالف العربي غارات عدة على مواقع للميليشيا والمخلوع في محافظة شبوة. ونقل مراسل قناة بلقيس عن شهود عيان أن التحالف شن 3 غارات على مواقع للميليشيا في مديرية عسيلان غربي المحافظة. وبحسب مراسلنا فإن القصف تركز على مواقع في حيد بن عقيل أحد أهم المواقع المحصنة في المديرية.
استشهد 8 مدنيين وأصيب 20 على الأقل إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على أحياء سكنية في مدينة تعز. وبحسب بيان للجنة لجنة التهدئة والتنسيق، فإن 8 من المدنيين سقطوا في القصف الذي شنته الميليشيا على أحياء سكنية خلال الساعات الماضية من مواقع تمركزها في محيط المدينة. يأتي هذا وسط اشتداد المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيا في الجبهة الشرقية للمدينة واستمرار معارك أخرى في ريف المحافظة. في تعز تشد المعارك وتتوسع رقعتها لتشمل المدينة ومعظم المناطق الريفية في المحافظة. ففي مديرية الصلو لا تزال المواجهات العنيفة التي اندلعت قبل أسبوع مستمرة بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على معظم أجزاء المديرية. وفي حيفان أفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير أجزاء كبيرة من المديرية بعد أن كبدت الميليشيا خسائر في الأفراد والعتاد في معركة بلغت حد كسر العظم، خصوصا أنها تشرف على الطريق الواصل باتجاه الراهدة ومحافظة لحج. دمنة خدير هي الأخرى لم تهدأ الاشتباكات فيها والتي أدت إلى مصرع أكثر من 10 من أفراد الميليشيا. في المدينة لم يتغير الوضع كثيرا، فلا تزال مدفعية الميليشيا مستمرة في إرسال قذائف الموت على الأحياء السكنية التي تضيف كل يوم أسماء جديدة إلى قائمة الضحايا المدنيين. سياسيا، وصل إلى القاهرة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات مع القيادة المصرية تتركز حول تطورات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبا، فإن بن داغر سيسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من الرئيس هادي تتعلق بآخر مستجدات الأزمة اليمنية، كما سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري شريف إسماعيل لمناقشة سبل تفعيل وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين. إلى ذلك، قالت صحيفة الحياة اللندنية إن ترتيبات تجرى لعقد اجتماع خلال اليومين المقبلين يضم وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا لبحث الأزمة اليمنية والسبل السياسية لحلها وفقا للقرار الأممي. وأضافت الصحيفة أن الاجتماع هدفه دعم جهود المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يحضر لجولة مقبلة من المحادثات في نهاية الشهر المقبل. على هامش التصعيد العسكري الذي تلوح به الحكومة لحسم المواجهة مع الانقلابيين في صنعاء، تجري في عدد من عواصم الإقليم تحركات ذات علاقة بإحياء المسار السياسي للأزمة اليمنية. العاصمة السعودية الرياض تشهد اجتماعا خماسيا يضم وزراء ومسؤولين من كل من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا. مصادر حكومية يمنية قالت إن ترتيبات عقد لقاء لوزراء خارجية الدول الخمس استكملت في الرياض، حيث سيقف الاجتماع المقرر هذا الأسبوع أمام الأزمة اليمنية والسبل السياسية لحلها ودعم جهود المبعوث الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يحضر لجولة قادمة من المحادثات في نهاية الشهر المقبل. هذا اللقاء هو الثاني من نوعه، وبعد أن كان اجتماعا رباعيا في لندن الشهر الماضي صار الآن خماسيا من ضمام روسيا، فيما يبقى الغائب الأبرز فيه هو الحكومة اليمنية، وهو ما قد يشير لأن هذه المجموعة ستبحث حلا يحاول أن يكون وسطا بين رؤيتي الحكومة والميليشيا على النحو الذي تصر عليه روسيا في مجلس الأمن. القاهرة التي يتواجد فيها وفد من حزب المخلوع والقيادي في ميليشيا الحوثي يحيى الحوثي، وصل إليها أيضا رئيس الحكومة أحمد عبيد بن داغر على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. وفي من المؤكد أن الزيارة ستبحث عددا من القضايا الإجرائية، فإن الملف السياسي سيكون حاضرا أيضا، مع توقعات بأن هذه الزيارة تأتي في إطار البحث عن دور مصري أكبر في دعم السلطة الشرعية وإبطال مفاعيل زيارة وفد حزب المخلوع للقاهرة قبل أيام. لم يتم حسم خيارات الأزمة اليمنية حتى اللحظة، وفي حين يبدو خيار الحسم العسكري خيارا واقعيا في نظر البعض، يبدو الموقف الدولي مستمرا في عرقلته لمثل هذا المسار ساعيا للبحث عن صيغة سياسية تخرج بالأزمة اليمنية إلى الضفة التي يريدها. ندد البرلمان العربي بدعوة ميليشيا الحوثي لإنعقاد مجلس النواب وتشكيل مجلس سياسي خارج نطاق الشرعية اليمنية. وقال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في بيان له إن البرلمان لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية، موضحا أن هذه الدعوات هي امتداد لممارسات الحوثيين الإنقلابية والتي لا يقبل بها الشعب اليمني. وحذر الجروان من المشاركة فيما أسماها المسرحية الإنقلابية
الساعية لتكريس الانقلاب، وأكد أن أي انعقاد لأي مجالس سياسية أو برلمانية خارج نطاق الشرعية يعتبر غير دستوري ولن يعترف به البرلمان العربي، كما لن يعترف به العالم أجمع. بقونا معكم في النشرة من قناة بلقيس فيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة أكثر من 10,000 مدني خلال الحرب في اليمن. كل عام وأنا الجيش والأمن يحكمان السيطرة كليا على زنجبار، والقوات تبدأ عملية تمشيط واسعة في جعار. بندغر يصل القاهرة واجتماع خماسي مرتقب لبحث الملف اليمني في الرياض. احنا نعاني من نقص شديد في الأدوية. في شبوة ازدياد معاناة المرضى، ومركزا الغسيل الكلوي مهددان بالإغلاق. أهلا بكم من جديد. قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني إن عدد الضحايا المدنيين بلغ 10,270 مدنيا، بينهم 3,704 قتلى، فيما جرح 6,566 منذ 11 مارس 2015 وحتى 11 أغسطس عام 2016. وأكدت شمدساني أن مكتب حقوق الإنسان وثق سقوط 815 شخصا بينهم 272 مدنيا، كما وثق أيضا إصابة 543 آخرين خلال الفترة ما بين 11 إبريل و11 أغسطس لعام 2016، وأضافت أنه قتل 49 مدنيا وأصيب 77 آخرون خلال أسبوع واحد فقط. في محافظة شبوة تعاني مراكز غسيل مرضى الفشل الكلوي نقصا حادا في الأدوية، بالإضافة إلى عدم توفر الأجهزة الطبية الكافية في ظل تزايد حالات الإصابة. وتسببت الأوضاع التي تعيشها البلاد في مضاعفة معاناة المرضى، حيث أصبح المركزان الوحيدان في المحافظة في مدينتي عتق وعزان مهددين بالتوقف. كاميرا بلقيس رصدت جزءا من معاناة مرضى الفشل الكلوي في المحافظة. هنا في مركز علاج مرضى الفشل الكلوي بمدينة عتق في محافظة شبوة، لا شيء ينتظر هؤلاء المرضى سوى فرصة أخرى للحياة والخلاص من معاناة المرض وصعوبة الأوضاع التي ضاعفت من آلامهم. ففي ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الحرب، يجد المشرفون على هذا المركز صعوبة في توفير المواد الأساسية لجلسات الغسيل، الأمر الذي يجعل المرضى يواجهون خطرا يهدد حياتهم في حال توقفت خدمات المركز. احنا نعاني من نقص شديد في الأدوية حق الغسيل، في ناس محتاجين يعني يجوا من مناطق بعيدة وظروفهم المادية صعبة جدا للغاية، وأيضا المحاليل حق الغسيل يعني فيها نقص شديد، والكهرباء انطفاء في الكهرباء على طول. ليست المحاليل ونقص الأدوية وحدها من يهدد حياة المرضى، بل تشكو إدارة المركز من شحة الإمكانيات وعدم قدرته على توفير النفقات التشغيلية ورواتب العاملين، وحاجتها أيضا لأجهزة ووحدات غسيل إضافية. لدينا الآن 49 مريض يقدم لهم جلسات في الشهر،
328 جلسة غسيل كلوي، ولكن الآن لا يوجد لدينا اعتماد مالي لا لموازنة تشغيلية ولا لجلسات غسيل، إنما يقوم هذا المركز على نفقة أهل الخير ولا يعتمد بأي موازنة من السلطة نتيجة للوضع الراهن في البلاد وما يعانيه، حيث أنه تم افتتاحنا في شهر 1/2014 وإلى الآن لم نستلم أي دعم من السلطة المحلية كجلسات غسيل كلوي. بين آلام المرض وظروف الأوضاع الراهنة هكذا يعيش مرضى الفشل الكلوي في محافظة شبوة، في حين تواجه مراكز الغسيل الكثير من الصعوبات ونقص المواد اللازم. ففي مدينة عزان لا يختلف الحال كثيرا، إذ واجه مركز الغسيل التابع للجمعية الخيرية لغسيل الكلى الكثير من الصعوبات، سواء في مواد الغسيل أو الحاجة لبعض الأجهزة الضرورية، فبعض أجهزة المركز تجاوزت عمرها الافتراضي منذ ساعات العمل. من المعاناة الموجودة في المركز، أولاً محاليل الغسيل، طبعاً المركز كان له مخصص جلسات غسيل سنوي معتمد من وزارة الصحة العامة، حوالي 3 سنوات لم تصرف أي مخصصات للمركز من وزارة الصحة، وهذا شكل عبء كثير على المركز. الآن المركز فيه يعني مهدد بإيقاف العمل في خلال فترة شهر ونص إلى شهرين بالكثير، احنا ما نسميه الآن الخط الأحمر. ومما يضعف معاناة هذا المركز اعتماده على مولدات كهربائية خاصة بشكل متواصل، نظرا للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على مدينة عزان والمناطق الشرقية من المحافظة. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوة. نهاية النشرة، نذكركم بالعناوين الرئيسية. الجيش والأمن يحكمان السيطرة كليا على زنجبار، والقوات تبدأ عملية تمشيط واسعة في جعار. بندغر يصل القاهرة، واجتماع خماسي مرتقب لبحث الملف اليمني في الرياض. احنا نعاني من نقص شديد في الأدوية. في شبوة ازدياد معاناة المرضى، ومركزا الغسيل الكلوي مهددان بالإغلاق. قدمنا لكم هذه النشرة مشاهدينا من قناة بلقيس، ونذكركم مرة أخرى بإمكانية زيارة موقع القناة الإلكتروني وأيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أراكم على ألف خير.